بس في اقتحام جوه النادي. في رامي، اهلا. اهلا يا احمد، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ ايه كل سنه وانت طيب. ازاي حضرتك يا كابتن؟ ايه اللي انا سمعته منك ده يا احمد؟ ان حضرتك قلت ان ما كانش في اقتحام من النادي وحضرتك كنت موجود وما شفناش حاجه من دي خالص. هل انت عاهدت فيا الكذب؟ اللي انا قريته على الموقع يا كابتن. انا بسأل سؤال، انا بسأل سؤال. طيب حضرتك قول لي الحقيقه، طالما ليس الكذب قول لي الحقيقه. بص يا حبيبي، انا سمعتك امبارح، رحت واخد بعضي ولابس ونازل، الاذان العشاء اذن عليا، دخلت النادي ما فيش اي مشكله خالص في الدخول ولا في الخروج، صليت العشاء مع اللعيبه في النادي، واحمد صديق كان بيصلي جنبي العشاء. خلاص خلص، بقول له يا ابني فين الاصابات اللي فيك ومش عارف، قال لي هات لي عربيه اسعاف ومش عارف ايه. طب ايه اللي حصل يا احمد؟ قال لي ولا حاجه، ده هم احتكوا بسيد معوض وشتيف ايه والكلام ده، فانا اتدخلت وخلاص الموضوع خلص. وفضلت قاعد مع اللعيبه في الملعب وبتصل بمدير النادي مستني الشرطه، الشرطه تيجي، لا الشرطه ما جاتش، لا الشرطه مش جايه، لا الشرطه مش عارف ايه، لغايه اما حصل ان الناس اتكلموا مع بتوع الالتراس وما حدش، انا بقولها لك يا احمد بقى، ما حدش دخل النادي. كابتن اكرامي ما ينفعش يا كابتن تقول لي ما حدش دخل النادي يا كابتن. اقسم بالله ما حد دخل يا كابتن. ما ينفعش يا كابتن، قسم على قسمك دخلوا النادي يا كابتن اكرامي. حضرتك ما ينفعش تقول لي ما حدش دخل النادي يا كابتن، ده كل الشغل ده كان جوه النادي يا كابتن اكرامي. انا بقول لك ما حدش دخل، والاقتحام كان جوه النادي يا كابتن اكرامي، والمفاوضات كانت جوه النادي يا كابتن اكرامي. مع اللعيبه يا كابتن، انا كنت في الملعب مع اللعيبه، انا مش حد قال لي، ده انا اللي في الملعب مع اللعيبه ومصلي معاهم العشاء يا كابتن. اذا كان الصحفيين بيقولوا القصه قدامنا، اذا كانوا اللعيبه، اذا كان احمد صديق دلوقتي بيقول دخلوا وضربوا جوه، اذا كانت الصوره قدامنا هم وهم بينطوا الاسوار داخل النادي يا كابتن اكرامي، انا ما بجيبش حاجه من عندي يا كابتن. افهم يا احمد بس براحه حبيبي. بص، الباب اللي انت بتتكلم عليه دوت اللي هي اللعيبه بتخش تركن عربياتها فيه، خلاص ده حته ارض واسعه ملهاش علاقه بالنادي خالص يا كابتن. ده كان قدام اوضه اللبس يا كابتن اكرامي. يا كابتن اسمعك تاني لو سمحتوا يا جماعه. لا استنى بس يا كابتن، يا كابتن بس سمعونا الكابتن صديق تاني وهو بيقول الاحتكاك مع الكابتن سيد معوض كان فين وهو فين، الاحتكاك اللي هو الضرب يعني يا كابتن اكرامي. نعم، عند العربيات اللي هي انا بقول لك عليها، بيركنوا العربيات هناك. طب معلش نسمع بس يا كابتن، بعد حضرتك خلي حضرتك معايا دقيقه بس، سمعونا يا جماعه لو سمحتوا، لو جاهزه اللقطه سمعها لنا بس عشان نعرف اذا كان الكلام ده كان جوه النادي ولا كان بره النادي. ما انا اعتقد ان انا زي حضرتك عضو في النادي يا كابتن وبروح اركن. يا ريت يا ريت بس يا احمد، بس بعد اذنك يا ريت تطلب احمد صديق على التليفون دلوقتي. اطلبه اقول له ايه يا كابتن؟ ما انا عندي قول له اللي حصل امبارح ايه واكرامي بيصلي معاكم. عندي تسجيل احمد صديق، ما احنا ما عندنا. انا قلت امبارح لعيبه ادوا صلاه العشاء داخل ارض الملعب، قلت الكلام ده. انا كنت واللعيبه محاصرين وممنوعين من الخروج يا كابتن اكرامي. ممنوعين من الخروج على بوابه النادي كابتن، على بوابه النادي الجماهير داخل النادي وجماهير محاصره بوابات النادي. انت دخلت لانك الكابتن اكرامي النجم الكبير. انا بقول لك، انا بقول لك انا كنت موجود في النادي، انا بسمعتك ونزلت رحت على النادي وصليت. طب نسمع، طب جهزت احمد صديق يا جماعه؟ طيب يلا سمعونا احمد صديق. طب لكن ما عرفتوش طلباتهم ايه؟ لا يا كابتن والله زي ما حضرتك، يعني كل واحد فيهم بيتكلم مع حد من اللعيبه او حد من الجهاز. انا مش يعني ما كناش محددين بالظبط. هم قعدتوا محتجزين في الاوضه حوالي ساعتين وشويه يا احمد؟ لا لا كنت مكناش في الاوضه، احنا كلنا كنا عند العربيات بتاعتنا كده يعني. في العربيات داخل النادي ولا بره؟ ما انا مش عارف. لا جوه النادي يا كابتن، جوه النادي يعني. يعني بس محتجزين في النادي يعني؟ جوه النادي يا كابتن. ما عرفتوش ايه اللي بيحصل؟ مش فاهمين ايه اللي بيحصل؟ لا والله خالص اطلاقا يا كابتن، زي ما حضرتك كل حد بيتكلم، كل حد بيتكلم مع حد فيهم يعني، حد من اللعيبه، كل حد من اللعيبه واخد ثلاثة أربعة بيتكلم معاهم، ما وصلناش لحد بالظبط يعني. محاولات الاحتكاك كانت بسيد معوض وبعدين بيك لما أنت حاولت تدافع عن سيد معوض. بالظبط كده يا كابتن. يعني طيب، هم حتى بيقولوا إن أنا شتمت، أنا ولا شتمت حد فيهم يا كابتن ولا حصل أي حاجة. هو الموضوع جاب صوت لقيتهم بس يعني بيحتكوا بسيد بشكل جامد. سيد معوض، فاضطريت إن أنا أتدخل أو أتكلم معاهم. أحاول يعتذروا بقى بالشكل ده يعني. الحمد لله. طيب يعني بسألك إنه بكرة هتتمرن عادي؟ والله يا كابتن الموضوع كده بقى صعب جدا يا كابتن. كده بقى صعب يعني، الموضوع كده بقى صعب جدا يعني، احنا برضه اتحطينا في موقف. كابتن اكرامي اظن كلام احمد صديق واضح يا كابتن اكرام. طب ما انا كلامي واضح، انا بقول لك اللعيبه، العربيات بتاعت اللعيبه دي ما بتخشش النادي في مدينه نصر. مره كنين فين؟ انا سالت احمد جوه النادي قال لي جوه النادي يا كابتن. يا احمد افهمني يا كابتن، انا سالت احمد صديق سؤال واضح يا كابتن اكرامي، جوه النادي اللعيبه مش قادره تخرج بره النادي يا كابتن، وكل لعيب وكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف والناس كلها بتتفاوض معاهم جوه النادي يا كابتن اكرام. انا قلت لك اللعيبه قادره تخرج. أي، انا بقول لك اللعيبه كانوا في النادي جوه النادي ومصلين العشاء مع بعض لغايه اما حصل تفاوض مع الناس وخد عربياتهم ومشوا. كابتن ده اللي حصل. نقطة الخلاف يا كابتن، بص طب انا راجل يا احمد يا كابتن بس معلش الله يخليك كابتن. يعني كابتن معلش انا غلطان، انا كلامي كله غلط.
انا جايب لك عنوان الاهرام المسائي، حرب مستمره ده العنوان الرئيسي، اقتحام فرع الاهلي في مدينه نصر وحصار اللاعبين ساعتين في المبنى الاجتماعي. اكمل لك يا كابتن من المواقع الكلام ده يا كابتن اكرامي، بس معلش يا كابتن بقى انا راجل كذاب، خلينا في الباقيين يا كابتن اكرامي، انا اجيب لك بقيه المواقع، ما تنزلوا لنا المواقع كلها. اليوم السابع كتب عاطف العربي في تمام الساعه 6:25 انا 6:30 الى 5، عشرات من الالتراس يقتحمون احدى بوابه الاهلي بمدينه نصر، التراس اهلاوي يشتبك مع غالي، لاعبوا الاهلي محاصرون بالمبنى الاجتماعي فرع مدينه، التراس الاهلي يعتدي على معوض وعبد الحفيظ بعد اقتحام النادي، الداخليه الاهلي رفض دخول القوات والمسؤولون لا توجد الشبكات، علقه موت ومعوض ومهزله بمدينه نصر في كرابيا، لاعبوا الاهلي في مامن وبيومي يحاول فك طلاسم الحصار، من المحيط انتهاء حصار الالتراس على لاعبي الاهلي بعد 3 ساعات. ادي كل ده مواقع يا كابتن اكرامي، ما تجيبش حاجه من عندي يا كابتن. يا احمد اسمع اللي انا بقول لك عليه. اتفضل يا كابتن. بص يا حبيبي. اتفضل. في بوابتين، بوابه رئيسيه اللي هي على حسن مأمون. حسن مأمون. وفي اللي قدام المدرسه الجوي. نعم. خلاص؟ في بوابه خلفيه خالص ورا الحمام السباحه دي ما حدش بيستعملها. في حته ارض فاضيه هناك. فاللعيبه بتاعت الدرجه الاولى لما بتيجي بتخش من البوابه دي وبتركن عربياتها هناك. خلاص؟ وبيروحوا داخلين على اوض اللبس. اهو يا كابتن، بص حضرتك مكان مكان اهو يا كابتن، احنا جبنا الكابتن حسام البدري والكابتن ابو تريكه لما مشي ورجع. ايوه هو دي الحته اللي انا بقول لك عليها، دي مالهاش علاقه بالنادي. جوه النادي الاهلي يا كابتن اكرامي. داخل محيط النادي الاهلي يا كابتن اكرامي، وبعدين وصلوا لحد اوض اللبس هناك يا كابتن. لا وصلوا لحد اوض اللبس، اللي يقول لك الكلام ده كذاب. كابتن ده بيطلع من بوابه ايه يا كابتن؟ لا ارجع بالصوره بس ثانيه، ده بيطلع من بوابه ايه يا كابتن اكرامي؟ انهي بوابه يا احمد اللي كانت البنت يا كابتن؟ داخل حدود النادي الاهلي، طالما دخل النادي هيتجول براحته، ما فيش امن بيمنعه يا كابتن من التجول يا كابتن اكرامي. احنا ليه هنحط دماغنا في الرمل يا كابتن اكرامي؟ يبقى انا كذاب. لا ما اقدرش اقول ان انت كذاب. ما هو كده. لا لا املك ان انا اقول ان انت كذاب، لكن يمكن الصوره الكامله مش عند حضرتك يا كابتن اكرامي. ده انا كنت متواجد في وسط اللعيبه. شكرك كابتن اكرامي. العفو. شكرا جزيلا كابتن اكرامي. انا جبت كمان الصحفيين اللي كانوا موجودين، جبت اكر وجبت مدحت السيد وجبت عبير عبد الواحد. استاذ عاطف يا عم ما تجيبوا لنا